احمد ساوي خير يا عملي الاسود في الدنيا. الله يسامحك يا زوم، الله يسامحك يا صاحبي. على العموم انت شفت اللي ديزني عايزه تعمله؟ هيعملوا ايه تاني بعد مولان؟ يعني ما اظنش ان بعد مولان ودامبو والحاجات، ما اظنش ان في اسوأ من كده. هبهرك احمد ساوي صدقني. طب ايه انت هتعمل يا شيخ الجزء التاني من سيمبا؟ نهار ازرق على ديزني وسنين ديزني واللي بتعمله ديزني في طفولتي، هو اي تسليك واي نحت واي فلوس وخلاص. اه والله العظيم احمد شوقي ده حتى تيمون يا اسطى ما كانش شكله عاجبني كده، كان شكله مقلقني. وبومبا يا اسطى كان عامل زي ما يكون فار كبير طالع له قرون في بقه، وكان شكله غريب احمد شوقي ده. انا حتى ما عرفتش اغني معاهم يا اسطى، هكون متات. بس يا اسطى والنبي ادخل شوف جروب الكوميكس والميمز اللي انت دبستنا فيه ده، ادخل يلا شوف فكرتك واللي عملته فين. عيب عليك احمد الشاوي، عيب عليك يا شو جرايه يا جدع، انت بتقل مني على اني اعمل اخلي لك الجروب ده في الهايب كمان الناس خالص علوه لك، وبص اخليه فوق السحاب. بس انت اتقل بس وانا ظبطك. هنشوف. انا رزق الحق احمد الشاوي، دول عايزين يعملوا الجزء التاني من مارد وشوشني، وهيبقى زي سيمبا كده لايف اكشن. انا رزق ده جدعان. لما هي زاطت بقى كل شركة إنتاج مش لاقي حاجة تعملها، ولا لاقي فكرة، ولا لاقي أي بتنجان في أي كوسة، تقوم جاية رايحة جايبة لي فيلم من الأفلام اللي الواحد اتربى عليها وطفولته كلها عليها، ويقعدوا ينخوروا لي فيها. يا إما يحطوها زي ما هي وما يبقوش يعملوا أي حاجة في أي حاجة ويضيعوا فلوس على الفاضي، يا إما يعملوا الفيلم اللي إحنا متربين عليه ويغيروا في القصة وفي الأغاني اللي الواحد حافظها زي اسمه. دي حاجة بقت تقرف. هاكونا ماتاتا حكمة نغمها لذيذ، هاكونا ماتاتا ارمي الماضي اللي غيز، انساه المستقبل دي كل التركيز، هذا هو الباريس الفلسفي. هاكونا ماتاتا. انت بتهبب ايه يا اسطى؟ بغني. تغني احمد شو؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا أنا أحمد حسام في بروفايل جديد على المصطبة. من كام يوم وأنا قاعد بقلب كده فجأة لقيت ديزني منزلة بوستر، أو مش عارف الفان بيج، هما اللي منزلين بوستر للجزء الثاني من The Lion King، وهيبقى لايف أكشن زي الجزء الأول اللي اتعمل. بغض النظر عن كمية الحاجات اللي أنا كسرتها، بس لما هديت قعدت أفكر، هو ليه إحنا بنحب الأنيميشن القديم بتاع التسعينات أكتر من اللي اتعمل دلوقتي؟ مع ان اللي بيتعمل دلوقتي مصروف عليه اكتر، في ممثلين اجدد، يعني الفيلم مصروف عليه اكتر من الاولاني بكتير. وهنا ادركت حاجة، اغلبنا ما كانش كلنا شفنا الافلام دي مدبلجة، ما شفناهاش اجنبي، وحتى اللي شافها منا اجنبي اتعلق بيها بشكلها ده. انما انا بتكلم دلوقتي على الجمهور، واللي انا منهم، اللي شفنا الافلام دي مدبلجة بالعربي ان ما كانش بالمصري بالتحديد. لقيت ان اغلبنا فاكرين الجمل دي زي ما هي لحد دلوقتي، الجمل اللي كانت بتتقال في الدوبلاج المصري هي هي، زي مثلا واحنا فاكرين صوت العظيم عبد الرحمن ابو زهره في دور سكار وهو بيقول يا فرحتي، ولا هو بيقول هبقى طيشه. الحاجات دي كلنا فاكرينها، حتى الاغاني كلنا فاكرينها. بصراحة ومن غير اي مجاملة، لقيت بالنسبة لي على الاقل ان اقوى سبب خلاني احب الفكرة بتاعت سيمبا القديم بغض النظر عن القصة العظيمة طبعا، هو تيمون، الشخصية القريبة للشخص المصري جدا اللي ما هوش عارف اي حاجة وبيهبد، وفي نفس الوقت عامل نفسه زعيم، ولكن بيعرف يخلص نفسه من المشاكل اللي بيقع فيها، وكلامه اللي كله تحسه من اوله لاخره حكم. اقول لا احمد يساوي، تيمون ده بص كده روح، يقسم بالله بحسه كده لسه شخصية عظيمة في نفسه، بحبه وفشخول لاحمد يساوي. عارف لسه بحبه قد ما انا ما بطيقكش وما بطيقش رغيك كده. ومين اللي عامل صوت تيمون؟ هو اقصر ضحكه في مصر، احسن ممثل كوميدي في نهايه التسعينات واوائل الالفينات، بكل بساطه هو الفنان محمد هنيدي. محمد هنيدي احمد عبد الجواد، من مواليد 1 فبراير سنه 65 في الجيزه. بسم الله الرحمن الرحيم. واول اعمال محمد هنيدي بيكون اسكندريه. ليه؟ واحد هيقول لي ثانيه انت مش لسه بتقول ادوار صغيره وجايبها من تحت، انت بتقول لي اول فيلم عمله اسكندريه ليه؟ مع يوسف شاهين. هقول لك اه، كان طالع بدور صغير مع يوسف شاهين سنه 79 في اسكندريه ليه، وقعد في الفتره دي يقعد يعمل ادوار صغيره لحد لما يوسف شاهين بيقول له تعالى تاني في اسكندريه كمان وكمان سنه 90. وبعدها الامبراطور احمد زكي سنه 91 بيجيب محمد هنيدي ويخليه معاه في فيلم الهروب سنه 91. واحد هيقول لي الهروب
فيلم الهروب اللي كله ضرب وقتل وتراجيدي قوي. في محمد هنيدي؟ هقولك بص على الصورة. انهار ازرق، ده محمد هنيدي احمد شوقي؟ ده انت متأكد احمد شوقي ان ده هنيدي وكان في فيلم احمد زكي؟ ايش يعني ده سعيد يخاف منه بالسلاح اللي معاه ده، ولا بمنظره ده اضحك عليه، ولا اعمل ايه؟ ايش مش فاهم. اللي يخرب بيت المصداقية اللي في السينما المصرية يا جدعان. ونشوفه بعدها في كتير من ادوار صغيرة برضو، بدأ ياخد فرصة اعلى شوية ولكنها تستمر ستيل يعني ادوار صغيرة. وفي فيلم المنسي سنة 93 بيروح للزعيم، والزعيم بيطلعه معاه في مشهد ما يعديش النص دقيقة، ان هو كان واحد واقف بيتفرج على السينما، فالزعيم بيتكلم معاه جملة كده ولا حاجة، المهم انه طلع مع الزعيم. وسنة 95 بيجيبوا الزعيم تاني معاه في فيلم بخيت وعديلة في دور سواق تاكسي، وبيلاحظ الزعيم فعلا ان بالنسبة له الولد الجديد ده طالع دمه خفيف، افهاته بتعلق مع الناس. بالفعل كان معلق مع الناس في الفترة اللي طلع فيها في بخيت وعديلة سنة 95، من جملة او جملتين قالهم، والكاركتر بتاعه نفسه كان مدي نوع من انواع الضحك اللي محدش شافه قبل كده. عشان كده الزعيم بيجيبه في بخيت وعديلة 2 سنة 96 اللي كان اسمه بخيت وعديلة الجردل والكنكة. وسنة 97 هي تميمة الحظ لمحمد هنيدي، اتفقنا كل نجم ليه تميمة حظ. تميمة الحظ لمحمد هنيدي هي سنة 97 لما بيشتغل مع محمد فؤاد وخالد النبوي وحنان ترك، وبيعملوا فيلم اسماعيلية رايح جاي. وما شفتش فيلم اسماعيلية رايح جاي تقوم حالا تتفرج على الفيلم ده. الفيلم ده مش عايز اقولك عظيم، الفيلم ده جميل جدا جدا جدا. ومحمد هنيدي كان بيطلع بإفيهات غريبة، حتى الاغاني اللي في الفيلم ده لحد دلوقتي عايشة، زي مثلا اغنية كمنانا اللي من نجاحها محمد هنيدي بالفعل كان بينطلب في افراح يغنيها. ونفسك في كمنانا، بتحلم بيه كمنانا. وسنة 98 بتكون السنة اللي محمد هنيدي بيشيل فيها حلم جيل كامل على كتافه وبيجري بيه، جيل اللي اتفقنا منى زكي، غدا عادل، هاني رمزي، فتحي عبد الوهاب، احمد السقا، طارق لطفي، الجيل دلوقتي اللي بقوا نجوم الشباك حرفيا. وبيجري بالجيل ده وبيقول للجيل القديم خلاص اركنوا انتوا شوية، احنا اللي هنكمل. صعيدي في الجامعة الامريكية بلا منازع هو واحد من احلى الافلام الكوميدية اللي تصنفت في تاريخ مصر كله. فيلم ليه قصة، ما بيعتمدش على الترول، لا انا بعتمد ان انا بقول موقف بيضحك الموقف كامل، كان فيه كوميديا بصرية مش لازم انا اللي اقول، لا انت شايف حاجة ممكن تضحك عليها. الافيهات نفسها كانت جميلة، الفيلم عظيم. طبعا مش هنتكلم عن ايرادات صعيدي في الجامعه الامريكيه اللي اول ما نزل كان اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه. ولو حابين ان احنا نعمل حلقه عن صعيدي في الجامعه الامريكيه قولوا لي في الكومنت تحت، وهنعمل عنه حلقه قريب جدا، حلقه كامله عن فيلم واحد انت كلت دماغ ام احمد شوقي. شفنا منه فيلم همام في امستردام سنه 99 واللي كان فيه كل اللي انا بتكلم عليه. هنيدي لما لقى ان موضوع الاغاني ده نجح في اسماعيليه رايح جاي وفي صعيدي في الجامعه الامريكيه، عمله برضه في همام في امستردام. شفنا مثلا اغنيه يا نانا يا نانا دي، لا يعني بيعرف يخلق حاله. هنيدي من الممثلين الجامدين جدا في الحته دي، بيعمل عالم الفيلم تحسه عالم منفصل عن اللي حواليه، وتحس ده شغل واقعي مش زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي مثلا مع احترامي زي في فيلم الفلوس او في فيلم البدلة. اللي بيحصل ده غير واقعي بالمرة، اللي انتوا بتعرضوه في الفيلم ده احنا ما بنعيشهوش. وسنة 2000 بيعمل محمد هنيدي بلية ودماغه العالية، القصة نفسها عن اطفال الشوارع والعمالة والشغل كانت جميلة، يعني حتى القصة الجانبية بتاعت حبه لغادة عادل كنت مستمتع عادي، ما كنتش زهقان. وبصراحة انا بحب الفيلم ده وبستعجب من الناس اللي بتقول ان هو من اقل افلام هنيدي، فمش عارف بصراحة، انا عن نفسي بحب الفيلم ده عكس الناس كلها. انت يعني محنك او بحلة اهلك. و2001 بيعمل مع حنان ترك ولطفي لبيب بيعمل فيلم جاءنا البيان التالي. انا بحب الفيلم ده جدا وبحب افيهاته وبحب الكائن الغريب يعني العجيب، الكاركتر بتاع الست اللي هو ظهر بيه ده بصراحة حاجة تانية. تترجى فيا تغيب عليا. و2002 بيعمل مع أشرف عبد الباقي فيلم صاحب صاحبه، وهو فيلم على فكرة مش وحش، الفيلم جميل جدا وكان فيه كوميديا جميلة مع ريهام عبد الغفور برضو، والفيلم بيتعمل عليه كوميك لحد دلوقتي. ولكن الموضوع ما فيه ان هو كان نزل في نفس الموسم اللي نزل فيه الليمبي،
وطبعا كلنا فاكرين الليمبي اول ما نزل كان ايه اللي حصل في سنه 2002. لا، الليمبي خلق حاله، الليمبي بقى في الشارع، الليمبي بقى كل الناس اللي ماشيه بتتكلم بطريقته وعوجه البق ويانوشا والحاجات دي، بقى الليمبي عمل لنفسه حاله، فكان صعب على صاحبه ان هو ينافس جنب الليمبي. وحتى بعد كده صاحبه لما اتعرض في التلفزيون، لا انت ما بتضايقش عادي، واغنيه تعبانه والله تعبانه دي، لا عادي بتبقى مستمتع ما بتقلبش. والسنه اللي بعدها على طول بنشوف خضر حسنين الجبالي عسكر في المعسكر، القضيه اللي شغلت الراي العام كله، ازاي خضر دخل الجيش ومعندوش اخوات صبيانه يا جدعان. 2004 السنه اللي بعدها على طول ضرب نار، هنيدي ما بيستناش ولا كان بيرحم في الفتره دي، بسم الله ما شاء الله، وكان نزل بفول الصين العظيم ومحي محي 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 الشرقاوي. والفيلم اللي لحد دلوقتي احنا حلبينه كوميك وميمز، خصوصا جد اشقيه مصر، عم اشقيه مصر، الحاج جابر الشرقاوي. انا مش عارف ده ينفع يتقال عليه حاج ازاي، بس هو عم جابر الشرقاوي. وبصراحه انا شايف فول الصين العظيم كانت فكره جديده، طريقه مختلفه، وانا من وجهه نظر المتواضعه التي ليس لها اي قيمه على الاطلاق، عندك اي راي تاني ادخل قوله تحت في الكومنت يا جماعه. فيلم فول الصين العظيم لو جينا نعمل قائمه باحسن الافلام الكوميديه في اخر 20 سنه هو هيبقى من اول 5 ده اكيد. هتقول لي مين اول واحد؟ هقول لك انا قلته قبل كده، شوف بقى انهي حلقه انت ما شفتهاش. بس بدون اي منازع انا بحب فيلم فول الصين العظيم وشايفه من اعظم الافلام الكوميديه اللي جت في تاريخ مصر. ولا يا زبزوب؟ مالكش دعوه انت، مالكش دعوه. ومن هنا للاسف بيبدا المنحنى يعمل كده، خلينا نقول شويه ما وصلش للقاع، بس اللي هو ايه، انت قمه بتبدا تنزل شويه. هي افلام عظيمه برضو، افلام جميله وممكن تموت عليها ضحك، بس اللي هو انت من جواك عارف ان هنيدي في سنة لسه، يعني يا هنيدي انت ده يعني انا مش عارف اقولها ازاي، بس انت العادي بتاعك يا هنيدي سريخ ضحك بالنسبة للكوميديانات تانيين. ابتديناها بيانا يا خالتي وشخصية الخالة نوسة ووش اجرام وكاركتر طه، يعني طبعا اللي هي اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة دي، لفت مصر كلها يعني اسرع من الكورونا. وعند ليه بتدقي وشخصية فوزي وفواز، افلام جميلة جدا طبعا زي ما قلت، وبتجيب سريخ ضحك وممكن تتفرج عليها لحد دلوقتي، وممكن لو انت قعدت فترة ما شفتهاش بتسأل عنها وتدور عليها، بس يعني ما تقدرش مثلا تقارنها لفول الصين عظيم ولا بسمعليه رايح جاي ولا بهمام ولا بصعيدي. بس 2008 هنيدي بيصالح كل الجمهور بشخصية، يعني انا مش عارف العبقري اللي جاب شخصية المسيو رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، والله الراجل ده يتكرم، شخصية من اتقل الشخصيات الكوميدية اللي انا شفتها في تاريخ السينما المصرية بلا منازع، شخصية تقيلة جدا وبنشوفها في حياتنا وموجودة، ما هيش خيالية، ما هيش فانتازي، ما هيش عبيطة طلعت تعمل وي 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 زي ما بنشوف من الجيل اللي طالع اليومين دول، لا شخصية تقيلة وفي نفس الوقت انت مش زهقان بالرغم ان هو راجل بيتكلم بالفصحى على طول، ولكن لا شخصية عظيمة. رمضان مبروك من اتقل ثلاث شخصيات كوميدية انا شفتها في تاريخ السينما المصرية. هتقول لي مين اول شخصية؟ هقول لك نفس الحلقة اللي انت ما شفتهاش بتاعت القايمة بتاعت احسن الافلام الكوميدية، ارجع شوف بقى انا حلقة اللي ناقصاك. و2009 بيعمل امير البحار وفيلم كان لايت وخفيف وتشوفه وتستمتع بيه ومفيش اي مشاكل، وكان فيلم ظريف، يعني فيلم مش عايز اقول بي موفي مش درجة تانية، بس هو فيلم كويس تشوفه وقت فراغك، فيلم ممتاز جدا. ويغيب عننا 3 سنين ويرجع في 2012 بتيتا رهيبة بشخصية وقوف لما يرجع مع يعني سيدة المسرح الاولى سميحة ايوب ويرجع مع ايمي سمير غانم، انا كنت مستمتع، الفيلم جميل، وان يبقى فيه في البداية كده مشهدين للفنان القدير جدا عبد الرحمن ابو زهرة، انا كنت حابب الفيلم، ومحمد فراج وباسم سمرة كان في حالة كده. وبعدين بيعمل فيلم يوم ملوش لازمة، انا مش عارف رأي حضراتكم ايه، بس محتاج اتكلم عن الفيلم ده. انا مقدر مجهود كل شخص اشتغل في الفيلم، يعني انا ما بتخس يا جماعة، انا كدلوقتي كمشاهد انا مش بقول ان الناس ما اشتغلتش، بس انتوا بتهزروا يا جماعة بجد، يعني الفيلم انا كنت حاسس ان هو يعني مش حاسس، هو الفيلم كله من اوله لاخره متصور في قاعة الفرح، في حاجات بيبقى وان لوكيشن، فيلم كله في لوكيشن واحد، بس اللي هو الفيلم انا ما ضحكتش فيه ولا مرة،
ولا مرة فيلم لمحمد هنيدي ما ضحكتش، ما ضحكتش خالص. مش عشان انا اتم، لا، الموضوع ما فيه، فين الافيه، فين الكوميديا البصرية اللي احنا كنا بنتكلم عليها؟ روبي ممثلة تقيلة، بس ايه اللي هي كانت طالعة بتعمله ده؟ ريهام حجاج بصراحة انا يعني مش من معجبيها نهائي خالص. الفنانة هالة فاخر كانت في الفيلم، ممدوح يعني، بس انا مش عارف الفيلم ده قلش قلشة جامدة قوي. على الاقل بالنسبة لي يا جماعة، يعني كل واحد يقول رأيه برضو، على الاقل بالنسبة لي الفيلم ده انا بحبوش، ما بحبوش، ولو شفته بقلبه. يعني من وجهة نظري هو فيلم يوم ملوش لازمة، احنا ممكن نشيل من العنوان كلمة يوم ونحط فيلم ملوش لازمة. وبعدين بنشوف عنترة ابن شداد، يعني مش بنفس درجة السوق بتاعت يعني يوم ملوش لازمة، بس فين القصة؟ يعني ماشي انا متفق معاك، ودرة ولطفي لبيب وخالد سرحان وباسم سمرة، فين القصة يا جماعة؟ فين؟ انا يعني معلش الكلمة، انا لو حكيت القصة اللي انتوا عاملينها دي لعيل صغير هيحدفني بطوب. قصة ما تتصدقش، والناس اللي انت هربان منهم طول الفيلم تيجي كده في اخر دقيقتين، يا جماعة عايزين نبقى مع بعض واخوات وحبايب عشان الناس اللي جاية، وعايزين ياخدوا صيف عنتر. صيف عنتر ايه اللي انت مطلعه اطول من محمد هنيدي نفسه؟ بصراحة الفيلم ده سيء، ما بحبهوش. بس طبعا يعني يوم ملوش لازمة ده في حتة تانية خالص 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 خالص. وحاليا هو بيعمل فيلم جمل واربع ستات، وانا مستني بصراحة اشوف حاجة كويسة جدا من محمد هنيدي، لان محمد هنيدي مش الممثل اللي لما يحصل معاه دروب بيقع. محمد هنيدي سر ان هو لسه خلينا نقول على قمة الكوميديانات، اول تلات اربع كوميديانات فوق كده في الصفوة هو لسه من ضمنهم. يعني اللي هو مثلا لو حصل دروب بياخد باله حاجة زي كده، وده شيء يحسب له جدا 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 جدا. جراي احمد الشاوي هو الراجل اللي ما عملش لا مسرحيات ولا برامج ولا دوبلاج ولا اي حاجه تانية غير الافلام. انت عمال تقول لي افلام 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 افلام، وانا شايفك كمان اسس من الافلام. يعني انا شايف قدامي اللي هم صلى على حضره الرحمن 400 فيلم، انت ما قلتليش منهم غير بتاع 20 فيلم والفيديو طول ما شاء الله. فين حاجات الراجل؟ فين بقيه المسلسلات والدلع كده؟ دلعنا احمد الشاوي، عايزك تدلعنا احمد الشاوي. الزرزور ما تهزرش، لا كمسلسلات طبعا الراجل عامل حاجات تقيلة. يعني لما يطلع مثلا في اوائل شغله ويعمل البخيل وانا مع كريمة مختار ووحش الترسو الفنان فريد شوقي، لا يعني كان مؤدي. خلينا طبعا نقول مسلسل رمضان مبروك، ميسيو رمضان مبروك، يعني المسلسل كان جميل، المسلسل كان الناس بتستناه، كان واخد طابع رمضاني لحد دلوقت، اللي هو انت ما بتتفرج عليه تحس انك في رمضان. حلقات جميلة ومتتابعة ما تزهقش فيها كل حاجة. المسلسل بتاع أرض النفاق بصراحة أنا لما شفت الإعلان بتاعه ما شفتوش في رمضان، مش هضحك عليكم بصراحة، يعني لأن أنا بحب الفيلم بتاع الفنان فؤاد المهندس، فأنا ما كنتش عارف إزاي يعني محمد هنيدي هيعمل فؤاد المهندس بصراحة. يعني والفيلم أصلا كان فيه يعني مش بنفس الخاصية اللي موجودة في المسلسل، بس انا ما كنتش عايز اخد الريسك ان انا اشوف حاجه زي كده. بس مؤخرا القنوات اللي هي بتجيب المسلسل كله في يوم او في ساعتين، لا انا شفت المسلسل كامل، المسلسل جميل جدا والله العظيم يا جماعه بدون مبالغه، المسلسل جميل جدا 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 جدا، انا عدته اكتر من مره. مسلسل جميل وسلس. ومسرح ما تنساش مثلا من وقت حزمني اياه مع فيفي عبده وشريف منير ومدحت صالح وماجده زكي وحسن حسني، وما تنساش برضو عفروتو. بحب المسرحيه دي جدا يا جماعه، مع ان في ناس بتقول لا مش كويسه، انا بحب المسرحيه دي قوي. والاباندا اللي تقريبا الاباندا دي مسرحيه جمعت كل الناس اللي بتمثل في مصر. وطبعا دوبلاج، الصوت بتاع الدوبلاج بتاع محمد هنيدي ده يا باشا تميزه من اول كلمه، سواء تيمون، سواء في فيلم الاسد الملك او في فيلم تيمون وبومبا، او حتى في سلسله الحلقات بتاعه تيمون وبومبا، مارد وشوشني في شركه المرعبين المحدوده. يا جماعه انتوا مش متخيلين، انا لما بشوف محمد هنيدي وسامي مغاوري شلبي ومارد وشوشني، لا انا بعشق الثنائي ده، انا بعشقه. سوبر ايه سوبر هنيدي، انا ما انا من الناس اللي يعني كنت بستنى في رمضان المسلسل العشر ده اللي كان بيجي وقت الفطار، يعني زازا وجرجير مره، امير والاساطير، او بالمناسبه كان هو اللي عامل دور رمسيس الثاني في امير والاساطير برضه، وسوبر هنيدي اللي استمر اكتر من سنه. لا محمد هنيدي في الدوبلاج كان تقيل وليه اعمال كتير في دماغنا ما بتتنسيش. ولو هنتكلم عن اهم تكريماته فهو اتكرم في سنه 2009 في مهرجان الرباط
في المغرب عن مجمل مشواره الفني، واتكرم كأحسن ممثل، خد جائزة أحسن ممثل عن دور رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، وسنة 2008 برضو اتكرم في مهرجان تطوان الدولي. ملخصا يا جماعة، محمد هنيدي حاجة تقيلة جدا 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 ككوميديا، وعلشان كده احنا كلنا لازم نقف في ظهره علشان المنحنى بتاعه ما ينزلش، لان المنحنى بتاع محمد هنيدي لو نزل احنا نخسر كتير، لان احنا بنتكلم دلوقتي في واحد ادى للفن من عمره مثلا اكتر من 20 سنة بيضحكك ضحك متواصل وضحك نظيف ما فيهوش القرف اللي احنا بنشوفه اليومين دول. بالتوفيق يا نجم، وربنا معاك وتعمل لنا عظمة كالعادة. بس يا سيدي، وكده خلصنا الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد اول باول. ما تنساش تبص بصة على المصادر، وما تنساش تبص بصة برضو على الجروب بتاع القناة بتاع الميمز والكوميكس، عم بنهولكو فكرة زبزوب بيه على الله يعجبكو. وما تنساش لو عندك شخصية حابب ان احنا نعمل عنها بروفايل تكتب لنا اسمها تحت في الكومنت، ولو ما شفتش قصة الرعب ادخل اسمعها وقول لنا رأيك فيها، ولو عندك نقد قوله، ولو انت عندك قصة رعب بنفسك هنسيب لك في بوست معمول في قلب الجروب، ادخل اكتب القصة بتاعتك وهنحكيها باسمك انت، هنسيبها ليك انت. وبس يا سيدي، وده كل اللي عندي. السلام عليكم.